وايد. يلا عطنا واحد بعد. بقلد لكم افلام كرتون، افلام كرتون احنا صغار كنا نتابعها. يلا يلا صغار يعني قبل كم؟ 40 سنة؟ يعني يوم كانوا كتاتين. النبي 40 سنة. لا قبل 10 سنوات، 7 سنوات. يا سلام. أضبطك يا حسن. أختي لا أرجوك يا أختي لا. هايدي الجميلة هايدي. لا مو هايدي. أختي لا، إنها صغيرتنا. لا 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 يا أختي أرجوك لا. ما أدري والله. ما عرفته. عرفت شكلها بس ما عرفت الرجل. عرفت شكلها بس ما أنت عارف الاسم. إيه. ماما سالي. أيوة هي دي. ماما سالي. أنت ما شاء الله ينفع يصير في الدوبلاج حق أفلام الكرتون. ماما سالي. لا ويضبط الجنسين. إيه صدقت. يعني تقلد النساء وتقلد الرجال. يلا عطنا عطنا. صوت أرمينغارد. لا تعطينا الشخصية إن نجيبها. يلا عطنا. ماما سالي لا أحبك ماما سالي أنا أشوفك ماما سالي. ماما سالي لا تغادرين أنا أحبك ماما سالي. بعد واحد. طيب هايدي عندك شيء لهايدي؟ والله هايدي اتفرجت وأنا صغير ما أتذكر صوتها. لا عطنا شيء طيب يلا. شارة الأكاديمية أسمعك تدندنها بعض الأحيان. إيش هي؟ الأكاديمية. أي أكاديمية هذه؟ تنجح وخطة. آه. يا مرحبا بك. أقول الشيء. تعال يا أبويا. تفضل. زياد مستحي تعال يا أبويا أجلس. لا ما أقولها. أجلس نبغى يجي عليك خصم. ما أقولها. عطنا أي شيء طيب يلا. ها أقول خلينا نقلد أئمة الحرم. لا ما أدري الحرم. والله ترى عنده أذى تقليد لأذان الحرم بحذافير. تفضل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله تبارك. أفطر وأفطر وأفطر وأذنب. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. لا عقبال إن شاء الله ما تصير تصعد المكبرية وتصلي تأذن. حبيب الله حبيب حبيب شرف لنا هذا شرف عظيم. أعظم شرف. حتى بعض الحرم حتى بلط مرتك بكل خير بعض القراء يجي التقليد. ما شاء الله كنا في الشعبي وطلبت منه قارئ أو قارئين وكان يعني تقليد ما شاء الله. عطنا ما شاء الله تبارك الله. عطنا عطنا قارئ لعل النجاشي يجيبه. قارئ؟ إيه. إن شاء الله تجيب اللي أحب صوته. قارئ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الشيخ علي جابر. صحيح. الله يغفر له ويرحمه. لا بس يعني عرفنا عرفنا الاسم من من الصوت ما شاء الله ما شاء الله تبارك حبيب والله حبيب بعد واحد عشاني عشان عشان خاطري انا مش غالي عندك يا حسن ولا ايه يلا عطنا واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الشيخ الجهني لا لا ما هو الجهني هو في عندنا في جدة لا لا ما هو في الحرم لا الشيخ هاني الرفاعي هاني الرفاعي اكرم وانعم شوف يعرفه اي فعلا واحب تلاوته ما شاء الله خصوصا في سورة يوسف والله عليه السلام. في شو اسمه في رمضان انه كان المسجد هناك يتعبى ما شاء الله تبارك زحمة الشارع ما شاء الله اي أيوة والله في التراويح